المملوكة لهجن الرئاسة شواهين صاحبة الحدث الأبرزي من نوعه في أيضا الوطن العربي. 11 دقيقة 46 ثانية، أربع أجزاء من ثانية دون هذا أيضا التوقيت بأحرف من ذهب، هذا التوقيت الذي خلد هنا من خلال مؤسسة هجن الرئاسة ومسافة 8 كيلومترات. فهنيا لهذه المؤسسة على هذا الدعم الكبير والتسعير المستمرة، واليوم نصل إلى التسعيرة الرابعة ونحن في أول أيام أكتوبر، فهنيا لهذه المؤسسة على الدعم الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تواصلنا مستمر مع تواصل هذه الأشواط وهذه التحديات في تسعيرة هجن الرئاسة الرابعة، وهي التسعيرة الخاصة بالبطلة شواهين صاحبة التوقيت الأفضل في عالم سباقات الهجن المملوكة لمؤسسة هجن الرئاسة، وكان يضمرها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مضمرا للبطلة شواهين. نسير مباشرة هنا مع انطلاقة الشوط 18 الخاصة بفئة القعدان الحقائق مسافة 3 كيلومترات، المقدمة والصدارة والانطلاق الأول نشوان حميد بن مبارك بن مسلم المنصوري من يقدم لنا نشوان على المركز الأول، بينما نقلتنا إلى المركز الثاني لنتابع هنالك الفاتن سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري من يقدم لنا انطلاقة الفاتن، والمركز الثالث الوصول من مشغل انهيام بن سعيد بالكيلة العامري من يقدم لنا مشغل في هذه اللحظات اللي بدأ يتسلل إلى المركز الثاني وثالث التحديات. ذرب عبد الله بن يوسف بن سعيد البلوشي من يقدم لنا ذرب، والمركز الرابع الزئبق القادم سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، مرحبا بالزئبق ومرحبا بشعاره المميز. والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام وافي خليفه بن جمعه بن عتيق الرميثي يصل على المركز الخامس، والمركز السادس الفاتن السيد سالم بن سعيد بن متعب العفاري، والمركز السابع التقدم والانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الكرام شاهين حمد بن خويتم بن بخيت العامري، والمركز الثامن ثامن التحديات الشعال بطي بن خميس بن بطي بن غانم الرميثي، والمركز التاسع من يحمل الرقم 9 جلمود سهيل بن سعيد بن القطري الخيالي، والمركز العاشر نختم به النداء مشاهدينا ومتابعينا الكرام حزام علي بن سالم بن سعيد الهاشمي القادم على مستوى المركز العاشر. هكذا هي نتيجة العشرة المراكز الأولى، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة. نشوان السيد حميد بن مبارك بن مسلم المنصوري من يقدم لنا انطلاقة نشوان، نشوان على المركز الأول على المقدمة الأولى، المركز الثاني الوصول من ذرب عبد الله بن يوسف بن سعيد البلوش القادم مع انطلاقة ذرب، المركز الثالث شاهين حمد بن خويتم بن بخيت العامري القادم على المركز الثالث، والمركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام الزئبق سالم بن سعيد بن حضير الاكتبي. يا سلام على هذه التحديات والقدوم ايضا من صدام مانع بن محمد بن سعيد المنصوري، والوصول من مجد محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، ولكن العوده الى المقدمه. جوله التحديات، جوله الاوامر، ال 500 متر الاخيره والخطيره، ذرب ذرب على المقدمه على الصداره الاولى، عبد الله بن يوسف بن سعيد البلوشي من يقدم لنا ذرب وانطلاقته مميزة الشعال، ولكن نشوان حميد بن مبارك مسلم المنصوري، ولكن ذرب وانطلاق تذربه يبحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار. ذرب للسيد عبد الله بن يوسف بن سعيد البلوشي، بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقة المميزة، وذرب للسيد عبد الله بن يوسف بن سعيد البلوشي، تهانينا والناموس لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني نشوان حميد بن مبارك مسلم المنصوري، والمركز الثالث وصل مجد محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، والمركز الرابع
كان الوصول على رابع التحديات شاهين عبد الله بن سليمان السويدان المالكي، والمركز الخامس وصل صدام مانع بن محمد بن مساعد المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، ذرب انتزع ناموس هذا الشوط عبد الله بن يوسف بن سعيد البلوشي. ومشكور يا طاهر يا بن عبد الله يا البلوشي من قدم لنا ذرب. وسلام بدية، سلام اليوم تشبعت من النواميس ما شاء الله تبارك الله. ابناء بدية يتألقون في عاصمة ميادين السباق. 4:23 وثلاثة اجزاء من الثانية. وسلام بدية، سلام وسلام يا البلوشي على هذا الفوز والانتصار بعد ان انتزعوا المجسمات، مجسمات مؤسسة هجن الرياسة وتسعيرة البطلة شواهين. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، التوقيت 4:26 وجزءا واحدا من الثاني. نشوان حميد مبارك مسلم المنصوري والمركز ومشكور يا ابو مسلم. بينما المركز المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام 4:29 جزءا واحدا من الثانية. كان وصول مجد تهاني وناموس لمالك مجد محمد الضبيب الراشد الدرعي. بينما المركز الرابع التوقيت الزمني لصاحب المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين عبد الله بن سليمان السويدان المالكي 4:29 أربعة أجزاء من الثانية. بينما المركز الخامس وصل صدام مانع بن محمد المساعد المنصوري 4:29 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.